مين تاني بقى عندي عايز اعرفها يا باشمهندس دلوقتي؟ عايز اعرف مين؟ لا نبدا بالترتيب كده، اعمده كاميرات، نبدا بالترتيب عشان ما تنساش. عرفت الكاميرات، اخش على حاجه اسمها ايه؟ بيم. هو موريك شكلها ان هو ستيل، بس دي لو ضغطت عليها هتلاقي موجود ايه؟ بتاع الكاميرا ستيل وخرسانه. لو انا ضغطت هنا كده في البروبرتيز هنا، مع عينك دايما على ايه؟ على البروبرتيز هنا، هتلاقي في قطعه ايه؟ متريك ريكتانجل، وهتلاقي قطعه ايه؟ الراوند، كلهم قطاع قطب بريطاني، كله قطاع قطب بريطاني. فراح جاي له ايه؟ انا عايز قطاع ايه؟ كاميرا 30 في 60 مثلا، مش عجباني، انا الكاميرا اللي عندي كام؟ 25 في 70 و 12 في 70، طب اعمل ايه؟ ايديت تايب، دوبليكيت، كام في كام يا جماعه؟ بي 25 في كام؟ في 70، اقول له اوكي، واجي على ده اخليه كام؟ اقول له ده 250، واقول له ده كده كام؟ نقول له كام؟ 500؟ 700، 700، اروح جاي له دوبليكيت تاني عشان اعرف اللي بعده كام بقى؟ بي كام؟ 12 في كام؟ في 70، اقول له اوكي، كل اللي عليه جه على دخل كام؟ 120. كده عرفت قطعة الكاميرات، في مشكلة فيها؟ مش عارف الكاميرات؟ حد عنده مشكلة؟ طيب. عايز أعرف الحيطان، أعرف الحيطة الخرسانة إزاي؟ شايفين كلمة ولدي؟ أهي ولا إيه؟ ستراكشر فاونديشن ولا إيه؟ هل دي ولا دي؟ الفرق ما بين ولدي والولدي؟ أنت أول ما بتقف على أي حاجة أوتوماتيك بيشرح لك حاجة ليه؟ بص بيديك فيديو كده سريع شرح ليها. بص كده ده عبارة عن إيه دلوقتي؟ حيطة. طب بص كده لما اقف على دي وبص على اللون الازرق، اللون الازرق هو ده العنصر اللي بيترسم، يعني ايه ده؟ الفرق بين ده وبين ده؟ ده عباره عن ايه؟ حيطه اللي هي ستريت فوتنج، انما ده عباره عن ايه؟ وول، اللي هو الايه؟ الحيطه الخرسانه بتاعتنا اللي احنا ايه عارفينها. فنروح جاي له ايه؟ وول، اللي هي الوول بتاعتنا. نفس الكلام اروح جاي مختار مننا قطاع اسمه جينيريك 200، انا الحيطه بتاعتي كام؟ 30، اعمل ايه؟ ايديت تايب على طول. بص هتلاقي البرنامج كله عباره عن كده، اقول له دوبليكيت هتسميها ايه؟ دبليو كام؟ او سميها شير وول كام؟ 30. طب انا مش عارف اعرف الخصائص بتاعتها ازاي؟ بص كده لما تضغط على كلمه ويتس دي انا مش عارف اغير الخصائص بتاعتها، اعمل ايه؟ في حاجه انا لازم تضغط عليها اسمها ايديت، الخصائص الكاتيجوري بس بتاع في اي حاجه اريا لازم اضغط على ايديت دي. بص كده دخلك جوه الشاشه، بيسالك على السيكنس بتاعه كام؟ كام السيكنس؟ اقول له كام؟ 300 مللي. وبيسالك على الماتيريال كمان، اضغط هنا على الماتيريال، الماتيريال بتاعتنا ايه؟ عشان افهمه ان ده ايه؟ اقول له ار سي كونكريت، ار سي ريفورس كونكريت، اقول له ايه؟ اوكي اوكي. وادي القطعات العابده الشير وولز، فيها مشكله في تعريف قطعات الشير وولز دي؟ حد عنده اي مشكله في تعريف قطعات الشير وولز يا باشمهندسين؟ ادي الحته اتعرفت، فيها مشكله دي؟ طيب اسيب ده عشان نخش بعد